هذا البرنامج يقدم لكم برعاية إيريس. استمتعوا بهذا البرنامج مع رامي. يقدم لكم هذا البرنامج برعاية كوتكس أبسوربا. ريفلكس كوتكس. بيبحثكم لينا قلعتكم وبين سنا وانتم ربي قلعتكم بينتكم في ذيك الدار الدنيا ما نش مخصصين بها الدنيا مرة والملع دو الفقرة دو الملع دو يدي للنار والفقر عدو أكبر حمل العدد على أسفارة ويكوكين ويكوكين ياكل رزق الناس وكاين وين اسمعتي نفس اللوامات اللي الريوق يسير واحد يسري ويعمر والاخر يشاع ويشوف ليه ها نقول لك ها والمال يا عدو بالله من البخر والردل والكسل والفقر نجي سمحولي على التأخر اليوم سمحولي الله غالب استغفر الله يا رب السلام عليكم اسم الفتنة السلام عليكم ماكم تفطروا أدن علينا صحة فطوركم صحة فطوركم لحقنا بيكم على الفطور وش راكم سمحونا صحة فطوركم بابا وش راك بابا لاباس بخير كلوا كلوا صحة فطوركم سمحولي هاي نقعد قدامك يما سمحونا شوفي كيما جينا نجرو ما لحقناش اذن علينا في الطريق الله غالب ما عليه الحنوت كل حاجه ما صح فطوركم كل حاجه مكتوب ربي ها كل حاجه مكتوب ربي واش راكم والله غير الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا ربي الحمد لله الحمد لله على ربي الحمد لله ولا فضل شوفي هذه والحمد لله الله يتممها علينا بر ما يخليناش نغبنوا وحبيت نبدا لكم اليوم الحصه باش تشوفوا الزوالي كي تدخلوا عليه في رمضان هذا هو فطوره وحبيت نقول لكم انه الزوالي هذا المكتوب واش قلت لها هذا المكتوب هذا المكتوب اللي حنا ياكلوا تعرفوا شنو هو عطيه المراه هذا والله هذا بعثوا لي وليد رجل الطفل هذا اللي راه عند اي ولاد هذا هو المكتوب الحمد لله ان شاء الله ربي يعيشكم طول في عمركم ربي يخليكم الله يحنن القلوب الله يلم الشمل ان شاء الله الله يخلي وليداتنا وبنياتنا والدير والرئيس تاعنا ان شاء الله يا رب ان شاء الله الله يحفظ وليداتنا من شروق الشمس الغروبي هل جنوبي هل شرقي هل غربي هل نستور الرجال نستور الرجال ان شاء الله فيهم الخير ان شاء الله يا ربي ان شاء الله لي عندي الصلبة عند ربي وبركة الوالدين وهلي الأولين إن شاء الله ربي يجعلكم أديانكم فكوس أنتم أماس وأديانكم فكوس وإن شاء الله ربي راكم أمثال فوق الروس كل روس لي إن شاء الله ربي الرئيس نتاعنا هو وزير وزير الدولة هذوك الجزائريين العصريين كما أبو مدين وإن شاء الله ربي ينصرهم على الظالمين والمنافقين وإن شاء الله ينصرهم ربي حتى على
اي وان شاء الله الجزائر تمره واللي يدور بها يخلى. جميل ان شاء الله. تحيه الجزائر الحاج. القدر مهما كان الثمن بن عمي خير. ماكي شوف دار البهجه اليوم وكرمه. دار البهجه اليوم بعثوا لك هذا لونفلوب. اتفلا انا منيت قلت لك دار البهجه بعثوا لك اليوم امانه. كثر خيركم انتوما هما. نالوكم انتوما ما نديهم سنه. حلال عليك. ربي يخليكم بنتي. حلال عليك. اسمع ربي يخليك. شوف اللي انت طلبه في ربي. ان شاء الله. وزوجي الواد علول وتوالى وبارك الوالدين وعباد الصالحين اللي خدمتهم وعصروني. شوفي ان شاء الله راكم في حجاب الستر تاع ربي ان شاء الله راكم في راه عليكم حجاب جبرين عليه الصلاه والسلام ان شاء الله ما تتموا ما تحموا وربي يجعلكم ان شاء الله النحات على على قايمكم ما يمسكم عين ولا جن ولا شيطان اللي عندي ربي هو القادر وهو اللي يسهل الامر يا بنتي راكم ان شاء الله وين الصدو البيبان مفتحه وباب ولاد الحرام ان شاء الله ينغلق لوجكم ويدورك وربي يعطيكم الصحه ويسديكم السمع ويزدي ويزين لكم العاقبه وان شاء الله انتم راكم صغار ان شاء الله تروحوا البيت انا خلاص انا شفت عيني وش تروح في واحد المقام تاع ابراهيم حاب تروح للحج عزم بالحج حاب تروح للحج حاب تروح للحج اخي يا بنتي ما ندبت شو الفروز وعرف حاب تروح ان شاء الله ان شاء الله يجيبوا لك باسبور تاع الحج ان شاء الله تقدر تروح للحج ان شاء الله ديري لو كان عمره ان شاء الله يشوفوا الحسن تاعنا وتروح للحج انا خايف كي نروحوا ما ثبتش قادر ما نتندم نمشي ما تبالك ربي تروح ان شاء الله يا بنتي يا بنتي الله يزينكم العقل راه يقول لك ما زمزم ما زمزم ما تدبديش الفوق جابوه لنا جابته له اخته من مكه جابته له اختي اختي هذيك ما عندي خليته يا اخوك اقل علي هذا اللي قاصع لقيتها الله غدك نشربوها يا حاكم بلادي دائما عندي بلا واخيرا ربي كتبها لنا ان شاء الله ربي يكتب لنا ان شاء الله ربي يوصلكم لذاك المكان ان شاء الله ها ربي يكتب لنا ان شاء الله شوف دوك نروحوا نشربوا كاع منه شويه شويه ان شاء الله ونخلوه كل ما نخرجوا نشربوا منه باش ربي ان شاء الله يسهل لنا واش كنتي تقولي لي قلت لك الفريجيدير راه خاسر لي ومحمد هذاك وليدي ترى خاسر له الفريجيدير راه عنده شحال راه عنده نص صيف والله مسكين يشرب غير في المحامي نهار رمضان هي وانا ثانت في هذا النهارات خسر لي الفريجيدير ها شوي الكوشه في الشفاه راني نطيبها كوشه هي ها راها فيها راني نطيبها عليكم لي اليوم ربي يحبكم هي الحمد لله يا رب شوفي والله يا الحاجه جبنا لك اليوم فريجيدار جبنا لك كويزينيير فورنو صحيح جبنا لك تلفزيون صحيح انا منفشي سوما صحيح ما بحطه وجبنا ماشينا لافي صحيح حنوتي ربي قلت لها اليوم جبنا لكم فريجيدار ربي خلي ربي جبنا لكم تلفزيون وفورنو وماشينا لافي اللي تغسل الحوايج الله يبارك الله يخليك ما شاء الله ربي يخليك ربي ربي هو اللي راح عالم واش نقولوا ولكن ربي يجعلكم سبب لينا ان شاء الله يا ربي الله يفرحكم ونشكروا بزاف الشركه تاع ايريس انتم السبب لينا نفعتونا وحنا سبب لكم ان شاء الله في ذيك الدار تفوتوا من السعاده ان شاء الله يا ربي ان شاء الله تفوتوا من السعاده ولا من الصالحين ان شاء الله يا ربي ان شاء الله انتم فرحتونا وربي يفرحكم وربي يبعثكم لينا قلعتو بين سنا وانتم ربي يقلع بينكم في ديك الدار الدنيا ما ناش مخلصين فيها الدنيا مره والمال عدو والفقر عدو المال عدو يدي للنار والفقر عدو اكبر
بحمل العطية على الصفارة ويكو كين وين يكو رزق الناس وكين وين أسمعتي النفس اللوامة اللي الريوق يسيل واحد يسري ويعمر والأخر يتشاع ويشوف ليه ها أقول لك ها والمال يا عدو بالله من البخر والردل والكسل والان انا حبيت نفرحكم نجيبوا الفريجيدار وكاع تقدر تخرج معنا للكاميون تجي معايا للكاميون وين هنا عند الباب جبت لك الكاميون تاع ايريس وين محسوب هنا برا ايه حولي يا روح معايا نروحوا جبنا لكم واحد الكاميون كبير تاع ايريس صح انا ما نروحش اللي هي معاكم غير هنا عند الباب خلاص هيا نروحوا بابا هيا هذا في مقام ولادك محمد وحسن هادو هاو الخير اللي جابناه لك اليوم ربي يخليكم يا بنتي ربي يزينكم والعاقبه والله وربي ان شاء الله يحفظكم ويستركم من كل المصايب حاضر وغايب وربي يخلينا ايريس وكاع ان شاء الله وليت الحلال كاع يخليهم لنا ربي لا قادر شوي احنا ما نعلمو لا ما نعلمو حتى حد ولا القلوب الى رب الكريم يعلم بهم ان شاء الله ربي يستركم ويسترهم جميعا وربي ثاني ينصر المسلمين ويخلي بلادنا ولا يستعمرها دوله واحده الشركه هذه واش تقول لها الحال الشركه هذه واش تقول لها الشركه ربي يخليها شركة تاع المسلمين وبيت المسلمين ما يمسها لا زنزال لا حتى حاجة ما تمسهاش بيت المسلمين شوفي ولا شركة تاع مسلمة ولا بيت ربي شوفي البيت ربي اللي يمسها الزنزال ما يمسهاش هذه ثم بيت المسلمين يعيش فيها الفقير والأعمى والزحاف ترحمهم شركة إيري شوفوا دعوا لكم يا ربي إن شاء الله يخليكم قاع إن شاء الله الحجة ان شاء الله يا بنتي ربي يفرحكم ان شاء الله ربي يفرحنا كاع والله يفرح انا اللي ما عندهمش كيما احنا ان شاء الله ربي يخليك وربي ينصركم ان شاء الله امين اللهم يا ربي كفيهم بالصحه والهنا والغنى اللهم يا ربي سقم احفظهم كما لسان بين الاسنان اللهم يا ربي احفظهم كما حفظت قلب عبدك في جوفه وهو عاد من عبيد عليه الصلاه والسلام كي الشركه كي هذا المراه اللي جات فيا يا ربي ان شاء الله يخليكم وكاع ان شاء الله ربي يستركم وان شاء الله ربي يسبلكم في حجه لقدركم في وقتها وإن شاء الله ربي بعد عليكم ولاة الحرام والضلال وربي خلينا هذا لك يا بنتي أنتم ربي يستركم إن شاء الله وربي شاشع نوركم ويسقم ساعتكم ويزينكم العقل ويسعدكم إن شاء الله يحييكم خيرات وربي يهون عليكم كل تابلات وحنا نقول إن شاء الله ربي يهون علينا الشركة هذه الله يحفظ أولادها وبناتها أنا على آخر الموت حق العبد يطلب لي الغفران إن شاء الله يا ربي شاهدينا الحاج خليناه لانه ما قدرش قال لك عظامي بردوا دونك كان يرجف من البرد حبيت نقول لكم فوالا عمي رابح واش راك لاباس فطرتوا بصحتكم اذا هذه هي السيتيرنا اللي جبناها لهم اليوم قلنا انه خزان مائي ما شاء الله 1500 لتر مصنوع من بلاستيك الغذائي العالي الجوده دونك نشكروا طبعا شركه سماخت ثانك نشكروا رمزي طبعا ونشكروا الحاج حميد ونشكروا خونا رابح لو قطع معنا كاع هاد المسافات باش برك يفرح العائلات هكذا عمي رابح يلا ندخلوها لهم ان شاء الله
انا جبت لكم السيتير ما تاعكم. صحيتو صحيتو ربي. ان شاء الله تشربوها من حوض النبي. ان شاء الله. ان شاء الله تشربوها من حوض النبي. شركة سمارت نشكر الحاج محمد حميد ونشكروا رمزي. نشكرهم كاع كاملين. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. ان شاء الله كاع كاملين نشكروا. ان شاء الله يا رب. انا نشكركم انتوما، نشكروا الشركة، نشكروا رئيسنا، نشكروا الخدامة كاع اللي راهم ولادنا. الشركة ربي يخليها. ان شاء الله يا ربي يخليها. وربي يرزقها الرزق. الرزق اللي لا ينحسب القدر هو الرزاق القوي والقادر. وإن شاء الله ربي يسترها ويخليها لنا كما خلى بيس رب العالمين وعندنا الرئيس هذا والوزير. أيضا مشاهدينا بهذا وكم وصلنا إلى ختام هذا اليوم برنامج حبيب ربي. حلقة اليوم كانت مليئة بالدموع والأحاسيس، واحد المشاعر، واحد الإحساس روا هنا في هذا الكوخ. ربي يفتح عليهم. وشوفوا عندي رجاء اليوم، ما حنطلب حتى حاجة وما عندي حتى نداء إلا طلب واحد ووحيد، أعطوني باسبور تاع الحج. هذا واش نطلب منكم، باسبور تاع الحج للحاج والحجة. الله يخليك إن شاء الله. هذا واش راني حاطه إن شاء الله يا رب. حقوا لي هذا الحلم باش نفرحها. هذا ما يكفي. إن شاء الله ربي. إن شاء الله وما تنقم من ولادنيا ولا آخر. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. إن شاء الله ربي ما يحرم حتى مرة أخرى. صحة سحوركم. نتلاقاو غدا إن شاء الله. ربي يطيب بينا. وتعيشوا ما تخيبونيش. الباسبور تاع الحج. الشيطان اللي يجي في وسطكم إن شاء الله. هذا البرنامج قدم لكم برعاية إيريس. استمتعتم بهذا البرنامج برعاية كوتكس أبسوربو. ريفلكس كوتكس. استمتعتم بهذا البرنامج مع رامي.